بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بالوقفات وتفسير هذه الآية الأخيرة في قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في صدى. نعم، في صدى يا أخوان، تعالجون ذلك؟ نعم. نعم، نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته: 00011 442 83 13، 011 442 83 13 لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ في هذا اللقاء الذي يجمعنا على الهواء. نعم فضيلة الشيخ. يقول الله جل وعلا لنبيه في صدى. السماعة في الاستوديو لعل الإخوان يقصرون منها، السماعة عندي لأني أسمع الشيخ من سماعة الاستوديو. أسمع الشيخ من سماعة الاستوديو. كنتم تعالجون هذا؟ نعم، بعد قليل سنتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ومع أسئلتكم التي تأتيكم على الهواء مباشرة في هذا اليوم في فتاوى على الهواء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. وسوف نستقبل الأسئلة على تليفون البرنامج كما ذكرت في بداية الحلقة: 011 442 83 13 لمن أراد الاتصال بفضيلته. هذا هو تليفون البرنامج. عالجتم الصوت يا أخوان؟ سماعة الاستوديو طويلة وعندي أسمع صوت الشيخ منها. نعم، يسمعني الأخ المخرج؟ تفضل. تفضل الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في وصف ما يكون يوم القيامة، يقول جل وعلا: وترى الملائكة، أي تبصر الملائكة حملة العرش، ترى الملائكة حافين من حول العرش، أي قريبين من العرش من جميع جوانبه، حافين من حول العرش، يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب، ويصفونه بالكمال المطلق الذي لا عيب فيه ولا نقص. يسبحون بحمد ربهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم
أي بين الخلائق، قضي بينهم بالحق، فصل الله سبحانه وتعالى بين خلقه بالحق الذي لا يعتريه شيء من الباطل والحيف، بل هو حكم عادل من الله سبحانه وتعالى. قضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين، هذه النهاية، الثناء على الله سبحانه وتعالى، أولا في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وآخرا في هذه الآية: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبدأ خلقه بالحمد وختمه بالحمد، لأنه المحمود على كل حال، ولأنه سبحانه المستحق للثناء والمدح لما يتصف به من صفات الكمال، ومنها العدل في الحكم بين عباده يوم القيامة، بحيث لا يظلم أحدا بل يجازي كل عامل بعمله، ويتوب على من يشاء سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله. وهذا من عدله وإحسانه وكمال أوصافه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، له الربوبية الكاملة على جميع العالمين، جميع العالم العلوي والسفلي، هو ربه سبحانه، لا شريك له في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ونذكر الإخوة والأخوات الذين يتابعون فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان بتليفون البرنامج، لمن أراد الاتصال بفضيلته وطرح الأسئلة، كما نود أن تكون الأسئلة يعني واضحة ومختصرة، أيضا في محيطنا الشرعي نريد أن نستفيد من الشيخ ومن علمه. شيخنا الكريم الشيخ صالح، بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، والحمد لله تعيش هذا الأمن وتعيش هذا الترابط في وحدة صفها واجتماع كلمتها والترابط فيما بين أبنائها. ما الأثر المترتب على ذلك، وما الواجب علينا تجاه ذلك؟ نعم، من الله على هذه البلاد بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيمها لشرع الله، واجتماع كلمتها على إمامها، وكل هذا من نعم الله على هذه البلاد. ومن أعظم ما تتميز به هذه البلاد بعد تحكيم الله، تحكيم شريعة الله، خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين، فهذا من أكبر النعم على هذه الأمة. وأمن هذه البلاد هو أمن للعالم الإسلامي كله، بحيث إنهم يحجون ويعتمرون بأمن واستقرار، ولله الحمد والمنة. قال تعالى في وصف هذا الحرم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما حصل ويحصل لهذا البيت من الأمن والاستقرار لمن حجه أو اعتمره أو جاور عنده، هذا استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. وحينما قال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا من نعم الله على هذه البلاد وعلى
أهل هذه البلاد حكومة وشعبا أنها تميزت بخدمة الحرمين الشريفين ومن أتاهما حاجا أو معتمرا أو زائرا، فهذا من أكبر النعم من الله على عباده، حيث يحجون ويعتمرون في أمن واستقرار ويرجعون إلى بلادهم آمنين سالمين. هذا من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى وأكبر نعمه على عباده، فله الحمد وله الشكر. نعم، الحمد لله والشكر لله. فضيلة الشيخ، نبدأ بالاتصالات ونأخذ الأخ محمد من أبها. تفضل يا محمد. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. من عليكم السلام. مساء الخير. حياك الله. الله يسلمك إن شاء الله. عندي استفسار، الله يطول في عمرك. تفضل يا أخي. الله يسلمك. أنا طبعا تقدمت لبنك التسليف. نعم. وأخذت لي قرض 45,000، وبعد ذلك طلب مني الكفيل جزء من المبلغ، الله يسلمك، وأعطيته 15,000. معاي؟ نعم. وبعد كذا تقدمت للمقام الثاني، الله يسلمك، بإعفاء من القرض، وجاني العفو، اللهم لك الحمد. السؤال، الله يسلمك، هل يحق لي ارتفاع المبلغ 15,000؟ والله هذا يا أخي اسأل الصندوق الذي صرف هذا المبلغ، اسأله عن هذا السؤال. نعم، أحسن. والله قال المبلغ طيب. لك يعني شخصيا أجاب لك الشيخ، الله يحفظك. تفضل. شكرا. فضيلة الشيخ صالح، الشائعات لها خطر على الأمة. هناك الحقيقة من يتهاون بنقل الشائعات وعدم التثبت، ووكالات يقولون، ما خطر الشائعات على الفرد والمجتمع؟ الله جل وعلا حذر من نشر الشائعات التي تخل بالأمن أو تروع الناس. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز نشر الشائعات حتى ولو كانت، لو كان ما ذكر صحيحا فإنه لا ينشر ويستر. أمر الله بالستر على المسلم ولو كان منه ما كان من الخطأ، فيستر عليه مع تطبيق الحكم الشرعي عليه مع الستر. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، الشفاعة ما هي؟ ومتى يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته؟ وهل لجميع الأمة تكون الشفاعة؟ وكيف الشفاعة؟ هي الوساطة بين طالب الحق والمطلوب منه، وتكون الشفاعة بين الخلق بعضهم مع بعض، وتكون الشفاعة بين الله وبين خلقه. أما الشفاعة بين الخلق فإنها عمل مشروع، قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. هذا في حقوق الناس، أما في حقوق الله والحدود فلا تجوز الشفاعة في حق من ثبتت عليه، لا يجوز الشفاعة فيها لإسقاط الحد. فهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغت، يقول: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ترى فيه أصدى. نعم نعم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة:
التي وردت البرنامج قبل ذلك نذكر بتليفون البرنامج للمتصلين 4011 442 83. ما الفرق يا شيخ بين بيع التورق وبيع العينة؟ بيع التورق جائز عند جمهور أهل العلم، وأما بيع العينة فهو محرم بالإجماع. وبيع العينة أن يشتري، أن بيع العينة هي أن يشتري سلعة أو يبيع سلعة، هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من الثمن المؤجل، هذا بيع العينة وهو ربا. وأما التورق فهو أن يحتاج الإنسان إلى مال وليس هناك من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال ليستنفق ثمنها في حاجته، ولكن لا يبيعها على الداين، على من درجت منه السلعة، هذا حرام. وهذا هو بيع العينة لأنها رجع عين ماله إليه. ترى في صدى ما زال؟ طيب يا أخوان تعالجون؟ نعم هذا. طيب بارك الله فيكم. نأخذ اتصال محمد من الرياض، ولعل يكون السؤال مختصرا وتعالجون التردد الحاصل الآن في سواء في الاتصالات أو في سماعة الشيخ. تفضل تفضل يا محمد. السلام عليكم. سؤالي السلام. فيه الأسهم السعودية، في بعضها يقول نقية وبعضها يقول مختلطة. يقول المختلطة إذا شريت فيها وبعتها يعني ما انتظرت الأرباح فهذا الشيء جائز، فهذا سؤالي لفضيلة الشيخ. شكرا يا محمد. سؤال من هو اللي يقول من هو اللي يقول إن الأسهم على نوعين، مختلطة وغير مختلطة؟ من هو اللي يفتي بهذا؟ اللي يفتي الشيخ الشبيلي والعصيمي والفوزان. يا أخي الفتوى الفوزان ما هو بنا. اي نعم نعم. ما هو بنا، هذا فوزان آخر. نعم نعم. ولكن الفتوى يا أخي لها جهة معينة، دار الإفتاء، ما هو بيفتي فيها فلان وعلان، ولا يجوز لهم ذلك في الأمور العامة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. إعطاء الزكاة شيخ لبنت الأخت وهي فقيرة، فهذا الشخص يا فضيلة الشيخ يعطي الآخرين البعيدين، وبنت الأخت هذه فقيرة، فنصحته وقلت له بأن بنت أختك أولى لدفع هذه الزكاة. أحسنت في ذلك ونصحت له والحمد لله. نعم، الأقربون أولى بالمعروف. نعم، والصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة. نعم. ترى ما راح الصدق. طيب يا مخرج لعلك تعالج هذه الصدى والتردد الحاصل الآن في الاستقبال. أوقات النهي في الصلاة يا شيخ في النافلة، هل هي مثل الفريضة يا شيخ صالح؟ لا، الفريضة تصلى في كل وقت، من فاتته صلاة أو نسيها أو نام عنها فإنه يصليها في أي وقت تذكرها وتمكن من صلاتها ولا يؤخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أنا في الحقيقة الكنترول أفاد بأن الاتصالات وهذا التردد الحاصل هو من خلال المتصل البعيد في بيته وبين أيضا المستقبل. نعتذر للمتصلين ونبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات من الفاكس. فضيلة الشيخ، إنشاد الشعر في المسجد فهل هو جائز؟ فيقول ذا: أنا مشترك مع مجموعة في الإنشاد الديني.
الإنشاد لا يجوز في المسجد، هذا من الأغاني وهذا من فعل الصوفية، فلا يجوز الإنشاد في المساجد. وأما الشعر فيختلف، الشعر النزيه لا بأس بقراءته في المسجد من شخص واحد لا من أشخاص ينشدون، إنما يقرأه أو يلقيه شخص واحد. وكان حسان رضي الله عنه يلقي قصائده عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. هذا يا شيخ يسأل عن طهارة الثوب من النجاسة، كيف تتم؟ وهل يعفي ذلك المغسلة، مغسلة البخار، أم لا بد من الماء يا شيخ؟ لا بد أن تغسل النجاسة وتزول عينها، يزول لونها وريحها من الثوب أو غيره من المغسولات، ثم لا بأس أن تنظف في البخار. المهم أن البخار لا يكفي، لا بد أن تزال النجاسة أولا وتغسل، ثم البخار هذا للتنظيف، هذا ليس لإزالة النجاسة وإنما هو للتنظيف فقط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الجار مؤذي وصبر عليه الإنسان، فهل تزداد الحسنات لصبره على هذا الجار؟ بلا شك أنه يؤجر إذا صبر على أذى جاره واحترم جاره ولم يؤذه، فإنه يؤجر على ذلك. وهذا من حسن الجوار ومن الأخلاق الطيبة بين الناس. نعم. فضيلة الشيخ، هذا شاب يقول بأن لدي مخالفات ثم أتوب ثم أرجع إلى هذه المخالفات، هل تقبل التوبة في مثل هذه الحالة؟ وأيضا ما شروط التوبة؟ هل لها شروط؟ يا أخي لا تيأس من رحمة الله، كل ما أذنبت توب إلى الله، ولو تكرر منك ذلك، كل ما أذنبت توب إلى الله توبة صحيحة بشروطها، وهي ترك الذنب ويسمى الإقلاع عن الذنب، والعزم ألا يعود، ترك الذنب والعزم ألا يعود، والندم على ما حصل منه، ثلاثة شروط. نعم. موظف يا شيخ إذا أراد أن ينام وضع المنبه على وقت خروجه للدوام لعمله ثم يقوم ويصلي الصبح، نسأل الله العافية، لا تقبل منه صلاته، لأنه أخر الصلاة متعمدا، أخرها عن وقتها متعمدا، ثم هو أيضا ترك صلاة الجماعة، وواجب عليه أن يصلي مع الجماعة وأن يصلي في الوقت، فهو ارتكب جريمتين، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلي مع المسلمين في المساجد ثم يعود وينام إلى أن يأتي وقت الدوام. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. إذا نوى المعتمر يا شيخ الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره عند مروره بالميقات، ما الحكم؟ تكفي النية، الإحرام هو نية الدخول في النسك ولو لم يتلفظ، إذا نوى الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام فإنه قد أحرم ولو لم يتلفظ. نعم. شيخ صالح، شرود الذهن في الصلاة وكثرة التفكير، هل هذا يا شيخ يذهب شرط الصلاة؟ صلاته تصح ولا يؤمر بإعادتها، لكن ليس له فيها أجر إلا بقدر ما حضر قلبه فيه منها. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من أبو عبد الله، يقول نحن شراكة في محل تجاري، فحصل خطأ في الحسابات، فاتفقنا على أن نأتي بمحاسب ليخرج الخلل الحاصل، وعلى من حصل منه الخلل يكون عليه أجرة المحاسب، فهل يصح هذا العمل؟
نعم إذا اتفقتم على ذلك، اختلفتم وأتيتم بمحاسب يبين لكم وجه الحساب الصحيح، المحاسب هذا لا يأتي إلا بأجرة تدفعون له حقه. نعم. يقول السائل يا شيخ، ورد في باب التوحيد بعنوان من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما معنى ذلك؟ معنى تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، هذا تحقيق التوحيد، وهذه أعلى درجة، من بلغها دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. يقول السائل أبو عبد الله، لي صديق وهو فقير، هل يجوز أن أدفع عنه في عيد الأضحى ثمن الأضحية ويكون الأجر لي وله؟ نعم. يقول لي صديق فقير وفي الأضحية، هل يجوز أن أدفع له ثمن هذه الأضحية عني وعنه ويكون الأجر مشترك؟ لا، أعطه ثمن الأضحية احتسابا لوجه الله، أو أعطه إياه قرضا يرده عليك، ولا تشترك معه في الأضحية. نعم. أم خالد لها مجموعة من الأسئلة، تقول الشيخ صالح، هل هناك دليل على قراءة سورة البقرة كاملة على من به مس من الجن؟ وهل حقيقة تلبس الجن بالإنس صحيحة؟ تلبس الجن بالإنس صحيحة، ولذلك يخبل الإنس ويتصرف تصرفات ما هي معهودة من العقلاء والصحاح، وهذا أمر ثابت، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأثبت سبحانه أن الشيطان يخالط الإنسان ويمسه، وكذلك سائر الشياطين والجن، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يلتزم بالأوراد الشرعية والاستعاذة بالله من الشياطين ومن الجن ومن أشرار الخلق، والله جل وعلا يعيذ من استعاذ به ولجأ إليه سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل أبو محمد يقول الشيخ صالح، في الآونة الأخيرة وعند حضورنا لدفن الميت، هناك من يقوم بالوعظ، وهناك جهة أخرى في نفس المقبرة يعدون الشمسيات في الصيف وإعطاء المياه، ويكون فضيلة الشيخ هناك لبس في عند دفن هذا الميت، ماذا تقولون في هذا العمل؟ أما توزيع الشمسيات لتخفيف الشمس عن الناس فهذا عمل طيب، وأما توزيع المياه هذا قد يجر إلى بذل الصدقة وصناعة الأطعمة، فلا أرى جوازه. من أصابه ظمأ فإنه يخرج والحمد لله ويشرب من عند أهلها أو من الشارع إذا وجد برادة أو غير ذلك، ينصرف الحمد لله. أما إحضار المياه عند القبور عند دفن الأموات فهذا أخشى أن يتطور إلى إحضار الطعام وإحضار الصدقات وينفتح الباب في هذا. نعم. نعود إلى الاتصالات، ونرجو أن تكون يعني هذه الاتصالات إن شاء الله قد تيسرت في وصولها للماستر. الأخ سعد معنا؟ إيه معك. تفضل يا سعد. الأسئلة صاحب الفضيلة، سم، عن حكم الالتحاق بالجماعات المنحرفة، جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأطلب من معالي الشيخ توضيح خطر التكفير، وأيضا موقف المسلم من النوازل والفتن. شكرا. والله يا أخي ما عندنا إلا جماعة واحدة، جماعة أهل السنة والجماعة على ما كان عليه السلف الصالح، ولزوم الجماعة لزوم يعني ما عليه المسلمون وما إمامهم، يعني الدخول تحت طاعة إمام عام، هذا مذهب أهل السنة والجماعة،
ويتحقق الأمن بذلك ويتحقق العدل في ذلك، بخلاف التفرق والاختلاف وتعدد الجماعات فإنه يحصل به مفاسد عظيمة. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالاجتماع رحمة والفرقة عذاب، والفرقة تسبب النزاع والخصام وسفك الدماء، أما الاجتماع فإنه رحمة ويحصل به الأمن، توفر الأمن وإيصال الحقوق إلى أهلها وعمارة الأرض، هذا في الأمن. ولهذا إبراهيم عليه السلام أول ما دعا بالأمن: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله جل وعلا يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن لا بد منه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ نعم. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. شيخ صالح، الشباب في وقتنا الحاضر مستهدف في جميع أموره، ما الكلمة التي يوجهها سماحة الشيخ الفوزان لشباب الأمة؟ لا شك أن شباب المسلمين مستهدفون من قبل الجماعات الشاذة والجماعات المنحرفة والجماعات التي عندها أفكار متطرفة. كل جماعة تريد أن تجتذب شباب المسلمين إليها، فيجب الحذر من الجماعات. نحن ما عندنا إلا جماعة واحدة، هي جماعة أهل السنة والجماعة وما عليه السلف الصالح وما قامت عليه هذه البلاد من الأمن والاستقرار وطاعة ولي الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مقومات الأمن ولله الحمد، والحكم بالشريعة المطهرة هذه مقومات الأمن. وأما أن نتبع الأفكار، فكرة فلان وفكرة فلان، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، علينا أن ننبذ هذه الأمور وأن نحمي شبابنا من هذه الجماعات وهذه الأفكار المختلفة والمتطرفة، علينا أن نحميهم. اليوم الشباب بحاجة إلى الحماية من هذه الجماعات وهذه الأفكار التي تتخطفهم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. نعم. عبد المجيد من الرياض، تفضل يا عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم بخير يا شيخنا. الله يحفظك. جزاك الله خير. تفضل 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 عبد المجيد. نعم، ما زال. طيب، انقطع الخط بيننا وبين عبد المجيد. فضيلة الشيخ، كم بين العمرة والعمرة؟ لأنني الحقيقة متقاعد وأريد أن أكون على اتصال بمكة المكرمة لأخذ الحسنات والأجر المترتب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن يكون بين العمرتين فاصل زمني بحيث ينبت شعر رأسه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما
ما يخرج إلى العمرة حتى يجمم رأسه، حتى يكون له جمة أي شيء من الشعر على رأسه من أجل أن يحلقه في العمرة. فالمتابعة المتقاربة بين الحج بين العمرة والعمرة المتقاربة هذه لا ينبغي فعلها. نعم. رابطون على الثغور يبذلون حياتهم في الحفاظ على هذا الدين العظيم وعلى بلدهم المملكة العربية السعودية، ما الواجب على الجميع تجاههم؟ أولا الواجب على المرابطين في الثغور أن يحسنوا النية وأن يكون قصدهم هو حماية بلاد المسلمين وحماية المسلمين من العدوان، هذا هو المرابط في سبيل الله عز وجل. وجاء في الحديث عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، فعليهم أن يصلحوا النية. وأما ما على المسلمين نحوهم فهو الدعاء لهم بالثبات والدعاء لهم بإصلاح النية والدعاء لأمواتهم والترحم عليهم والثناء عليهم ومساعدة ذرياتهم إذا كانوا محتاجين وكفالتهم، هذا الواجب. نعم. شيخ صالح، كيف تكون أو يكون شكر النعم، وما الواجب تجاه هذه النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد على المسلم؟ الواجب شكر النعم، وشكر النعم ضمانة لبقائها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بثلاثة أشياء، له ثلاثة أركان لا يسمى شكرا إلا بها. الأول التحدث، الأول الاعتراف بنعم الله باطنا، بأن تعترف في نفسك وقلبك أن هذه النعم هي من الله جل وعلا وأنها فضل من الله عليك وعلى المسلمين. الركن الثاني تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، فتتحدث بنعم الله وتشكره عليها وتذكر بها إخوانك وتأمرهم بشكرها. والركن الثالث هو صرفها في طاعة الله عز وجل، طاعة مسديها ومليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت مصرية مقيمة بالرياض تقول: هل للمرأة أن تزوج نفسها إذا كان والدها غير موجود وليس لها أقارب؟ هذه يرجع فيها إلى المحكمة لتنظر فيها وما يلزم فيها. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل قراءة القرآن من الجوال يلزمها طهارة ولمس الآيات في الشاشة يجوز؟ لا يلزم طهارة، لأن الجوال ليس بمصحف ولا يسمى مصحفا، ولا تلزمها الطهارة لأنها تلمس الزجاجة ولا تلمس النفس المكتوب، فبينها وبين المكتوب فاصل وهو الزجاجة. نعم. في الآية يا شيخ: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وفي آية أخرى وخفية، ما الفرق بين الآيتين؟ الخيفة الخوف من الله عز وجل، وأما الخفية فالإنسان لا يظهر أعماله بل يسرها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. من القصيم أبو محمد يقول: اعتاد بعض الناس يا شيخ إذا أراد فعل أي شيء من الأمور العادية يقول بسم الله، فهل لهذا أصل أو ينكر عليه؟ نعم، ذكر الله جل وعلا وقول بسم الله هذا من التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع إلا في حالة إذا كان الإنسان داخل محل قضاء الحاجة، فإنه لا يذكر الله حتى يخرج
لكن يذكره بقلبه ولا يذكره بلسانه. نعم. الحقيقة في نهاية هذا اللقاء أريد أن أعتذر من بعض الإخوة والمتابعين الذين اتصلوا ولم نتمكن الحقيقة من استقبال أسئلتهم بين السائل والمجيب، نظرا لخلل كان في الصوت أعتذر منهم. الأخ بشير من عرعر، أبو عبد الله من الرياض، لعلكم تواصلوا الاتصال في حلقات قادمة مع فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا الحقيقة في هذا اللقاء من توجيهات الشيخ ومن نصائحه ومن هذه الفتاوى المبنية على الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته ورفع درجاته في المهديين. كما أشكر فريق العمل من مكتبة الشيخ ومعي من الفنيين والمخرجين، وهذا مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.